تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي فكرة تقديم الخضار السوتيه بطريقة جديدة. دايما بنشوف الخضار السوتيه مع لحمة مشوية، مع صدور فراخ مشوية، مع بيكاتا، دايما بيكون تابع. تعالوا نشوفوا نخليه طبق النهاردة هو البطل بتاع الفيلم او المسلسل من الاخر، اما هو دايما بيكون مساعد للبطل. يعني فراخ مشوية جنبها خضار سوتيه، لحمة مشوية جنبها خضار سوتيه، معانا كوسة، المقادير على الشاشة، ومعانا سبانخ ودي جديدة على فكرة، وكمان بطاطس وكينوا وتومة، فصين توم لطاف مع معلقتين من زيت الزيتون، والبهارات بتاعتنا شوية ملح وشوية فلفل، مش أكتر من كده. ولكن في سلق الخضار السوتيه لازم يكون فيه شوية خبرة طهوية، نحافظ على شكل الخضار السوتيه بأشكاله الحلوة. الكوسة يبقى لونها أخضر والسبانخ لونها أخضر، البطاطس ما تتهريش مننا، الحاجات دي كلها لازم نشوفها مع بعض. المقادير شفناها على الشاشة مع بعض من خير أرضنا، كوسة، جزر، سبانخ، بطاطس، كينوا، دي موجودة في أي سوبر ماركت على فكرة، سعرها في متناول الجميع، كانت غالية الأول دلوقتي رخيصة، بقينا نزرعها هنا، ومعانا طبعا الملح والفلفل وحاجات لطيفة وجميلة. تعالوا نبدأ نشتغل، نقطع البطاطس الأول كده. فكرة تقطيع الخضار السوتيه مختلفة بقى، البعض بيقطعه بأشكال مختلفة، والبعض ممكن يقطعه كيوبس يعني مكعبات حسب الرغبة، أنا خلينا أقطعها بشكل حلو كده. وانت بتشتري الخضار السوتيه لازم تحط في الاعتبار انك هتعملي خضار سوتيه، دي البطاطس مثلا بالشكل ده كده. على فكره الخضار السوتيه اليافه حلوه، مفيد جدا للجهاز الهضمي وللقولون، اي مشاكل صحيه خليكي مع الخضار السوتيه، ويفضل يكون من غير ملح، ملح قليل يعني. خارجين من العيد، كل عام وحضراتكم بخير. اكيد التلاجه بتلاقي فيها بواقي لحمه، شويه لحمه مفرومين هنا في حته دي مثلا في التلاجه، عندنا مثلا شويه شوربه لحمه، لازم تعملي هندبه للتلاجه كلها. ما بفرضش عليك تعملي اكل صحي النهارده، ولكن انا بديكي افكار، والقرار قرارك في الاخر، ولكن ما تخليش حاجه في التلاجه، ده المطلوب يعني. ادي الكوسه بالشكل ده كده برضو اهو، ابدأي شوفي التلاجة فيها ايه، طلعيها، تقدر تكوني من الأكلات اللي موجودة في التلاجة أو الحاجات اللي موجودة فيها أصناف تانية خالص، يعني عندك شوية لحمة مفرومين في التلاجة، هتطلعيهم تعملوهم فطاير، تعملوهم مع شوية مكرونة سباكيتي مع صوص بولونيز كده، دي المسمى بتاعها. أهو أدي الكوسة كمان قطعت بالشكل ده كده. طبعًا ماء السلق هنا فيه شوية ملح، دي الكوسة بالشكل ده كده، تنزل هنا كمان مع البطاطس، حلو. عندنا جزر برضو بالشكل الطولي ده كده، على فكرة الجزر من الحاجات الجميلة اللي فيه ان هو فيه طعم السكريات، وان شاء الله تنتظروا مننا نعمل ايس كريم بالجزر، وحقوق الطبع لدينا وبس، ايس كريم جزر يا شيف. بالشكل ده كده فله، ممكن نحط له شويه حبهان يبقى ايس كريم بالجزر والحبهان، ده كله فليفر وطعم زي الايس كريم بالمستيكا مثلا. حد كان يصدق ان احنا نعمل الايس كريم جزر؟ الجزر نفس القصه، يتقطع بالشكل ده كده، حلو قوي ده، خلاص كده تمام. اما السبانخ لنا كلام معاها، مش هتنزل طبعا مع الخضار. طاسة على النار، الطاسة دي فيها معلقتين من زيت الزيتون، حلو، مع تومة صغيرة كده، فص توم صغير مش هنزل بيه دلوقتي اهوت زي الفل، وعندي السبانخ الورقية الجميلة الحلوة دي كده، أبص عليها تتنقى حلو، تتغسل وهي ورق زي ما هي كده، ننزل بفص توم حلو كده سريعا اهو، قبل ما ياخد لون ننزل بالسبانخ بتاعتنا، اللهم صل على النبي. ادي السبانخ جاهزه، شفت لون السبانخ وخضرها؟ خلص السبانخ بالشكل ده كده، شويه الفلفل التمام، ده للسبانخ، ملح، لطافة اهو،
تقليبه حلوه. خضار السوتيه السبانخ خلص. ادي السبانخ بتاعتنا بنخليها على جنب، ما بتاخدش وقت كبير على فكره دي، عشان كده دي ما تنزلش مع الخضار. نخليها على جنب كده ونجيب طبق التقديم الحلو ده كده. الله، على فكره السبانخ من الحاجات اللطيفه اللي ممكن تعمليها طبق مقبلات. السبانخ جاهزه، بنرص جنبيها بقى البطاطس، رص جنبيها الكوسه، الجزر، كل ده. ادي السبانخ كده خالصه زي الفل. اخبار الخضار ايه؟ تمام. الخضار السوتيه اخباره ايه؟ نبص عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الكوسه مع الجزر، شايف الخضار بتاع الكوسه زي ما هو. ليه؟ شفت الجمال؟ شفت الحلاوه دي كده؟ ده بقى احلى حاجه صحيه بصراحه. انا بعشق الخضار السوتيه ده كده، يبرد شويه كده، وممكن ناخد مكعب زبده مع علبه زيت زيتون، ده اختياري يعني حسب الحاله الصحيه. مكعب زبده لو انا مش عامله دايت، مع علبه زيت زيتون على البارد يبقى لطيفه وجميله، رشه ملح ورشه فلفل، اهلا وسهلا. هنقدم معاك كنوه دلوقتي. ايه الكنوه يا عم الشيف؟ دي حبوب بيضة، في بيجي منها الابيض والاسود، مش اسود قوي يعني، شبه حبيت العدس. فمعانا البيضة النهاردة هي زي الفل، هفضل حضراتكم هنا اهي زي الفل. دي الكنوة اتحطت في مية مغلية، اتسلقت معانا بالشكل ده كده. دي الكنوة هنستخدمها دلوقتي مع الخضار السوتيه. فكرة استخدامها مع الخضار السوتيه، بعد الخضار السوتيه ما يتسلق بنحط فص توم، بصلاية. دي الكنوة اهي اهي اهي، لا تتسلق في مية مغلية. حلو قوي السؤال ده. بتتنقش في ميه، تتسلق في ميه مغليه زي الرز بالظبط. ده الكنو اهي. تستخدمها بقى في اطباق السلطه، تحطها على التبوله، تبوله بالكنوه، فتوش بالكنوه، زي ما انت عايز اهي. الفكره كلها استخدامها لانها طبعا امنه ما فيهاش اي مشكله، وبدايل طبعا للرز والمكرونه والحاجات اللي هي الكربوهيدرات اللي احنا عارفين. دي الكنو. انا استخدمها دلوقتي مع الخضار السوتيه ومع التومه وبصله. معايا طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها فص توم حلو. فص التوم ده بياخد معلقه زيت زيتون، ده الطبيعي. حلو. المطلوب هنا ان التوم ما ياخدش لون ولا يحمر، عشان هيبوظ لك الخضار السوتيه. خلي بالك انت مش بتعملي فته، خلاص خلصنا الفته. التومه دي تتحمر كده بزيت زيتون ما تاخدش لون لغايه لما تدبر شويه بس. ادي الفكره كلها، فكره التومه مع الخضار السوتيه. تحميرها هيبوظ لك طعم الخضار السوتيه، خلي بالك. انا عايزها بس كده ايه، تستوي شويه من غير ما تاخد لون. وهي على النار بنحط شويه زعتر. احنا بنعمل شويه خضار سوتيه دلوقتي. دايما الخضار السوتيه يقول لك ايه، تعبان مش عارف عندك مشكله صحيه خضار سوتيه. لا، النهارده احنا ناكل خضار سوتيه بطريقه سهله خالص. ده الزعتر بتاعنا ينزل على التومه كده، ادالها طعم. الكنوة بتاعتنا الحلوة ننزل بقى كمان كده، خد الطعم. يا اما تحطيها في مية مغلية تنقعيها، يا اما تسلقيها وما تسلقيهاش جامد. ادي الكنوة اهيت مع تومة وشوية زعتر، البهارات بتاعتنا شوية ملح وشوية فلفل. ممكن تتاكل على كده على فكرة، تتحط جنب فراخ مشوية أو لحمة مشوية، بديل للرز زي ما أنت عايزة. شوية الفلفل عليها، تمام. شوية الملح. أخبار السوتيه فين؟ أدي الخضار السوتيه بتاعنا، نبص عليه كده. تعالى يا غالي، عندك بقى بروكلي، حبة خضار سوتيه ماشي، أرنبيط في الخضار السوتيه ماشي، ما تجيش عند الجزر والكوسه وبس. ناخد كده الخضار ده كده ينزل كده على الكنوة. الله. فكره والله يا شيف. نيجي بقى نتكلم عن القيمه الغذائيه بتاعت الطبق ده، لا تعد ولا تحصى، زي ما انت عايزه قولي. الياف
بروتين، نشويات، كربوهيدرات، معادن، كل حاجة موجودة. هاخد شوية شوربة. هتاخد على شوربة الكوارع دي، شوربة خضار صحية 100%. مخرج فاكر ان انا هجيب شوربة لحمة ولا شوربة كوارع. ادي شطر الشوربة اهي، هي واحدة عشان كينوا، وادي التانية وشكرا. بس خلاص نشيل دي من هنا ونقلب الخضار بتاعنا ده كده مع الكينوا. الله، والله فكرة الطبق ده صحي. اللي عايز ياكل من ده على مسؤوليتي، مريض سكر، مريض ضغط، اي مشكلة صحية على مسؤوليتي. نجيب طبق التقديم، كسرولة ازاز لطيفة كده زي دي كده. الله، معانا شوية السبانخ اللي محضرينهم من البداية. اللهم صل على النبي. شفت الطبق الحلو ده كده؟ شفت الالوان بتاعته؟ تقدري تحطي بصل، عايزه تحطي فليفله ملونه حطي، بس انا حابب دايما الخضار السوتيه يبقى بشخصيته ده. الكوسه مع الجزر مع البطاطس، دورنا على بروكلي ما لقيناش، شويه السبانخ الحلوين بتوعنا بنزين بهم الطبق بشكل مطلوب. دي سبانخ، شفت الطبق ده كده؟ خد شكل تاني خالص. ممكن على فكرة بدل السبانخ تحط هندباء. ايه الهندباء؟ نقطة من أول السطر اللي هو السريس بتاعنا، بتاع الريف المصري والصعيد المصري. السريس اللي بيطلع مع البرسيم في الأرض الطيبة. ده مفيد جدا، بديل للسبانخ إذا أنت حابة. ده الطبق بتاعي. لا بجد شوية الشوربة دول عايزهم أنا، ما فرطش فيهم، بتوع السبانخ. زي الفل، ده الطبق بتاعنا. سهل، مش مكلف، صحي 100%، قيمة غذائية عالية جدا. أي مشاكل صحية معاه مفيش أي مشكلة، ناكل منه آمن بأي كمية أنت حباها. والله عايزة تجودي الموضوع، حط معاه صدر فرخة مشوي، شريحة لحمة حمراء كده مشوية، مفيش مشكلة برضو، ده اختياري. هنقدم الطبق ده كده لمخرجنا عشان نخش على اللي بعده. حلو قوي.